واتبع ما يوحى إليك من ربك. فإذا خالق الكون واضع نظام الكون من الذرة إلى المجرة، الذي أحسن كل شيء خلقه، هذا مين صبغه؟ مين أوضع في رائحته؟ مين فتح أكمامه؟ مين هاي العطرة حط فيها العطر؟ المي ما في ريحة، والتراب ما في ريحة، التينة، التينة فيها مجوف تطلع الماء لآخر ورقة شجر التين. مين صنع التين وحط فيها ألوف البذر؟ كل بذرة فيها شجرة، الشجرة مصغرة أدراس الدبوس. لو طحنا البذرة وجبنا كل علماء الدنيا إلا من طحين بذر التين عملوا لنا بذرة، من الطحين عملوا لنا أمحى نزرع طالع ثمن، ممكن؟ فهذا الخالق العظيم أنزل لنا دستور وقانون لنسعد به، وجرب فنجح. حكاني نائب المفتي في الاتحاد السوفيتي، عمل رحلة إلى البحر المنجمد الشمالي، أي بأقصى الشمال، قال لي رحلة سياحية من موسكو، قال لي هناك من ساعات الطائرة النفاسة، قال لي وأنا لا أعرف يعني البلد، قال لي لما نزلت إلى أسواق، قال لي وإذا البلد كلها مسلمين، قال لي هن شافوا اللفة والدقن والجبة وركضوا، كأنه جبريل نزل عليهم من السماء، هذا يبوش الجبة وهذا يبوش الكم وهذا يبوش. شو وصل الإسلام إلى البحر المنجمد الشمالي؟ هذا المفتي مفتي القسم الأوروبي وسيبيريا، سألته قال لي سيبيريا، قال لي كلها مسلمين، هي أكبر من قارة، مين فتحها؟ فتحها الدعاة إلى الله، فتحها العلماء بالله، الحكماء، علماء القلوب المزكين. نحن عندنا قوة تتضاءل وتتلاشى أمامها الصواريخ النووية والعابرة للقارات. عندنا قوة بنفتح الدنيا بها من غير ما نعمل نقطة دم، نفتح الدنيا بنفتح القلوب، من آخي بين شعوب العالم، بنحقق ما السلام، نحقق الحب والإخاء والتراحم والتعاون. العالم الآن عايش على برميل من البارود، نحن لا نحسن صناعة العالم الديني. أنا كنت في المدينة مع رئيس الجامعة تبع المدينة، قلت له أديش عدد الطلاب؟ قال لي 6000. قلت له ماذا تنتظر منهم إذا تخرجوا؟ قال لي ولا شيء. 6000 هذول ينفق عليهم مئات الملايين ولا شيء؟ قلت له والله لو أني أملك ما تملك لأفتح بهم الدنيا. ما فتح حرب وتدمير، لا، فتح الحب والإخاء والتعاون، وجعل الإنسانية كلها عائلة واحدة.